موضوع بقى، احنا اتكلمنا عن الايجابيات، هنتكلم عن السلبيات وبعد كده نرجع تاني الايجابيات. في موضوع للاسف الشديد بينبئ عن كارثه وفساد. طبعا كلنا شفنا المشهد بتاع انهيار جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري صافة اللبن. مش بس انهار، لا ده ادى الى وفاه 2 من المواطنين لا حول ولا قوه، كانوا واقفين في المكان ده وقع السور الحديدي. هنا بقى بنقول مين المسؤول عن هذا، عن هذه الكارثه؟ مين اللي هيتحاسب؟ مين اللي اتحاسب؟ كل التصريح اللي احنا شفناه ان هو قال لك ان احنا عملنا سور جديد. طب والناس اللي ماتت دي حقهم في مين؟ حقهم عند مين؟ احنا بنوجه رسالة لكل السادة المسؤولين وكل الجهات الرقابية، يجب محاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة. الناس اللي راحت ضحايا دي حقها لازم يجي، ومهما اتعوضوا. الاستاذ جمال الداري بيقول ان وزارة التضامن لازم تعوضهم. انا بقول مهما تعوضوا مش هيعوض اهاليهم عن فقدان عز الناس ليهم. مهما دفعوا من مبالغ مالية مش هيعوضهم حاجة عن الناس اللي راحت دي. بسبب ايه؟ بسبب الاهمال، بسبب الفساد. الناس دي لازم تتحاسب. وبنوجه رسالة لجهاز الرقابة الادارية ان لازم يتجابوا كل المسؤولين عن اعمال صيانة هذا الكوبري. كمان اعزائي المشاهدين، في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، وهو النهارده ان الاسواق للاسف بها العديد من السلع المغشوشه. وللاسف ان احنا بنشتري وما بنعرفش ايه مصدر السلع دي. النهارده في محافظه